الكمال ووالد كل منهاية ونور، اسم الخال عبد الرحمن الأبنوتي الذي رحل عن عالمنا في 21 من أبريل الماضي، لكنه سيبقى بأعماله خالدا بين دموع الملايين. وتتكلم عنه زوجته الإعلامية نهال كمال الدرع. جميلة السجن خانقة وزنقة البطن يا جنينها، قضبانه سودة وعنيدة بضي صفراوي، صف الغناوي على الأسفلت وأنا غاوي مغني غير وسط عريينها وحفينها.